خليني اخذ بس كمثال فهد، انت لما خسروك البعثه هل طالبت بحقك القانوني، رفعت قضيه، عملت شيء من هذا النوع؟ نعم، اول حاجه سويتها رحت للجهه نفسها، حاولت اني اتكلم معاهم. طبعا قبل لا اروح انا كان عندي علم بقرارات مجلس الوزراء، فرحت احاججهم بالموضوع، يعني القانون معي، ترى في قانون جديد يمكن انتم ما تعرفوه. كان كل الموضوع ودي ابغى احله، ودي معهم. للامانه ما في اي تجاوب. بعد كذا قلت خلص يعني لازم ارفع شكوى، رحت لهيئه الرقابه والتحقيق، النيابه العامه لها. هيئه الرقابه والتحقيق قالوا لي احنا ما راح نجيبك ونجيبهم ونقول انتم غلطانين عليه، اعطوه اللي هو يستحقه، لا بنشوف ايش الموضوع ونحله وخلص، وانت ما تدري يعني. طيب يعني هذا الموضوع ما راح يفيدني. بعد كذا رفعت برضو شكوى لحقوق الانسان ولا حصل اي حاجه الى يومك هذا. الان انا صراحة في 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 بروسيس اني ارفع قضية في اللي هي المحكمة الإدارية، بحكم اني انا الان موظف فعندي شوي الوقت ضيق، فبإذن الله انه بنهاية الشهر هذا يكون مرفوع القضية بإذن الله. للأمانة انا سويت كل اللي عندي ما في اي تجاوب الصراحه. صح انه في قانون لكن ما هو مفعل. طيب عملك اللي انت فيه فهد الحين يعرفون عندك هذا المرض او لا؟ نعم يعرفوا. نعم يعرفوا ولا سووا اي تصرف، بالعكس احترموا هذا الشيء وقالوا يعني ماني شايف اي صعوبه والله، يعني الحمد لله على الوظيفه اللي انا فيها الحمد طيب. لله في نيه زواج فهد؟ طبعا يعني الواحد لازم طيب يفكر في هذا الموضوع، لكن في الصعوبة هذه بس انت هل قد الواحد يأجل الموضوع؟ يعني انت ابتعدت على اساس ان تشوف مطالب الناس لسه ما تحققت، خصوصا ما يتعلق بالزواج؟ بالضبط، اي قلت خليها بعد 5 سنين 6 سنين لين تنحل. يعني الواحد والله حتى ما وده يحرق اعصابه زيادة، يعني هذه وظيفة وراحت. احنا اليوم جايين نتفائل يا فهد.